فرسكي مقالو وكاغو دومي ان شاء الله تعالى دي لها كدغو كي ميين وغالو وسوغيا دي لها يدو وغارغي لباد انغو دونتو انتي ان حلك هايي بيشا فقشين عير بلوين تا هاور قدير ايا مانتا غاري نوع عن حبادو كارين مدحدة لو يقان بروف تا وحا يكوري جسي مدحوينها مامولكا قاتومو استيد مدان عبدالقادر احمد او علي فردية او مانتي كأن ببحي مغالا دا مقدشو اسلامر كان كوسي جيدا عاسمد دا مامولكا قاتومو استيد مغالا دا لاس عانود وحقرد كا عقاشا سياسيين تا اقويهان كا دلنيرادا ايا هوين كا بيشا فقشيني عير بلوين تهابر قدر ايا كل كل من مدحوينها قريقة او كد دقايا مغالا دا مقدشو اسلامر كان هاري مشرفات كان ايا هديا دا نقاليقا قدون سيي او كوريج يي قار كاميدا عقاشي يهوانكي يمسوليين تي بيقش باشا فقشيني او كالي وريجين تاسي قاريقة بروف كان وحا اي يرهدين وحا نكو ادنا قاري آن حبادي كارين وحا نكو ادنا دعاء آن هوار كارين وحا نكو ادنا امان آن افحوما كارين وحن نكوّدنا مدنما عن خلاف كرين إن النجاة قدون تنورتيننا. إن سيدكو رحمة الله عليه مركو ديجان هذا حرين يي. لوك حين فين بكو إلى رنشر. ساكا وحن نكوسدنا حين فين كلوك كو إلى الله. إن وحيري وحين فين نف كان الحرق هاي ساي وحن حرف قديم هذا هين إجاجة حيل رونة. adoo maanta ku xoolay ay xamarkii dheeraaye xarigisa qaba aadmi kale kuma xurmeeyeen waxaanu ka rajaynaynaa waxa xiisaha iyo hadalka iyo hilowga iyo hooga iyo hambalyada naga keenaya waa guusha aad soo hoynaysa waxa ku talagashay waxa weeyaan gaadiid aad magaalada ku marto oo la halmaala xaaladda amaan ee aanu maartay maanta ku jirno hadii la eegana ka qiimo badan xiin fininki bariga la saacanoodna maxaan ku raday sheegay waan wada duceynaynaa dowga aad maraysan waa kaaga mahad naqayna rag iyo dumarna beesh waxa weeye waa wada diyaar inaannu maartay kula garba qabanno saddexda mas'uul ka soo ku rag iyo dumar waa loo wada heelay halkan waxa ku wada fadhiya aniga iyo abtiga hooyada ku hooyo ku aaba fiqishina halkaas ay ka joogto horta khaatumo waxaynu u walqalayna guusha aynu helay ilaahay baynu ku mahadinayna guushu wax kasta oo loo walqalayo wiil maaha guusha waa loo walqalaa waxaynu ugu walqalaynaa deegaankeenii deegaankeenii baynu ugu walqalaynaa sidii uu Sheikh Mawlid sheegay faras magaalo iyo faras miyiba jiree xiin finin magaaladaba waa joogaa faraskii magaalada banaanka taagan oo aan saaka furuhiisa kugu wareejin doona dadka halkan fadhiya iyaga iska warbixiyay kuwa ay yihiin iyo waxay u yimaadeen iyo waxay ballan qaadayaan intii tidhi baan ku raacsanahay madaxweynaha maamulka qaatumo isteed mudane Cabdulqaadir Axmed oo Cali Firdhiye oo gudoomay gaariga ayaa waxa uu uga mahadceliyay beesha fiqishini hadiyadan qaaliga ah isaga oo tilmaamay doorka iyo kaalinta ay halganka ay ka soo qayb qaadatay beeshu waxa uu sidoo kale beelaha deegaanka qaatumo isteed ugu baaqay inay ku daydaan beesha fiqishini oo ay dowlad iska iyo maamulka kaabayaashiisa kala duwan ay ka qayb qaataan hawshan maanta aynu fadhino حين فينين كي مقالد او الشيخ وشاقي شيخ موليد يعقلك اي شاقين افرتي ان لكريم با ان شاء الله تعالى واقو دومي قاريا حبادو كريم واقو دومي دعادان هبارو كريم واقو دومي حكرشان امارا نفحو ما كريم واقو دومي يمينو ان خلاف كريم ان شاء الله تعالى افرتي واقو دومي رفق شني رفق شني دعاء دي أنا بارو كرين هري دي وصل عناية صدق هذا كلام كوسو كرني قال راح بدو كرين إن شاء الله تعالى وكبو قادين يا دعاء النص وتومية إن شاء الله تعالى عاقل فرد فرد كوين وما كبر لارن ووقتها إنه هيسنو بين سوق من دونا الخير سينو حساو هي هذا سكوي درسن دونا آدي آد بان أوم هندقياه وحقارتك يو الليدك باش هذا الفقه شني ما انت قيبك من هالك اللي تشوكتو وان دريما يا دي حركة ملغو رمان كاري ماي مركا انتي انن تشوكتا انتي مقا كوكيرا سلام بدنا قارسين ايستان وانا نسو دعاين ان شاء الله تعالى دي الله كاردقو
مدعوينها مملكة قاتمة استيد مدن عبد القادر أحمد أو علي فردية أو مانتا كأن ببحية مقالة المقدشة يا وحوكو جهنية هي مقالة اللاس عانود سقو هالكاسي كسي أن بقادي دونا هولها هريا لما مملكان أو دوان أي أقنصتي دولة فدرال كصوماليا محمود عبد الناصر محمد شبيل تي في مقالة المقدشة.